معايا ضيفة قد ايه لذيذة، عملت حتة حركة دلوقتي مش هقولها، ها مش هقولها الا في الاخر، بس يا جماعة عملت حركة يعني اقسم بالله ما في حد عملها قدامي في الثلاث مواسم اللي فاتت. خلاص أمير التجميل وقمر، وعندها قصة قد ايه فيها امل وتفاؤل، والحكي عملتها فيها شقاوة مش طبيعية وجراءة. مقطعة البطاقة على فكرة، هي مقطعة البطاقة اقسم بالله. روجينا صلاح دي منورانا النهاردة. ازيك يا رضوى؟ ازيك انت؟ كان نفسي اشوفك. حياة قلبي، انت نورتينا بنورك. مرسي. طبعا انا مش هقول انت عملتي ايه، ها سر الا في الاخر، لان لازم هقولهم انها مش نيها. خلاص يلا لولو حبيبة قلبي، احنا عندنا قصة فيها شوية من يعني الحزن الحياتي، ولكن اتقلبت الى فرح وامل وسعادة وحركات كتير ونجاح جدا، مكسرة الدنيا ما شاء الله، الله اكبر. خشي عسل اتفضلي. انا قصتي كده باختصار، ان انا وانا صغيرة جالي مرض مناعي. المرض ده بيخلي الجسم يهاجم الخلايا الصبغية في الجلد، فبطل يبقى عندي اللون الطبيعي بتاع الناس في حتت اماكن معينة، فبدأ يظهر لي البقع البيضاء دي. بس فانا لما كنت صغيرة بقى وحصل كده، طبعا عديت بمراحل كتير قوي صعبة، وبدأ حبي بقى ان انا اخلط الالوان ببعض، وبدأت اعرف ازاي عشان اخبي اللي عندي. الناس ساعتها ما كانتش تعرف اصلا انا عن ايه مشكلتي، يعني كنت بلبس طويل كده، حاجات مش قصيرة، كنت بحط ميك اب كتير عشان اخبيه. وبدأ ساعتها حبي للالوان، بدأت اعرف ازاي اخلط اللون ده على ده عشان اخبي وكده اللي عندي. الوان ميك اب قصدي؟ ميك اب. بدأت ساعتها يعني الميك اب فاشن بتاعي او الحب، حبي للميك اب جه من خلطي للالوان ببعض والمشكله اللي كانت عندي وكده. بس وبعد كده خلصت دراسه، درست محاسبه، وبعدين لما اتخرجت قلت لاهلي مش هبقى محاسبه، انا هبقى خبيره تجميل. قعدوا طبعا يقولوا لي ازاي يعني انت درستي وشاطره في الدراسه ومش عارفه، قلت لهم لا انا عايزه كده. فعلا سافرت ودرست مكياج وكده، ورجعت بقى بقيت خبيره تجميل. في الاول طبعا واجهت مصاعب كتير جدا، الناس تتقبل فكره ان خبير التجميل عندها مشكله اصلا. بس بدات واحده واحده بقى يعني على مدار السنين طبعا اثبت للناس لا ممكن اي حد يعمل اي حاجه، مفيش مستحيل. صح. بس ده طبعا جيب الوقت كتير قوي، لحد بقى ما قريب، ده اللي هو قريب ده اللي هو من سنتين، يعني بقى لي 10 سنين عندي المشكله دي، او مش هنسميها مشكله، عندي التغير ده في حياتي. ومن سنتين بدات بقى اقبل نفسي زي ما انا، فقررت ان انا احط صورتي قبل وبعد عشان اقول للناس، بس ان انا دلوقتي بدات بقى اعلم كمان ميك اب، فعشان اقول للناس بس ان في يعني ان بوري شغلي. لقيت بقى يعني كومنتات كتير، قوي، تعليقات كتير قوي من الناس، لا خليكي زي ما انتي، ما تحطيش ميك اب. او فالموضوع كان اتعكس، يعني مستنيه بس الناس تقبلني، فالناس مش بس يعني قبلتني، حبتني زي ما انا. عارفه الناس حبتك ليه؟ ليه؟ لان انت حبيتي نفسك. ده حقيقي. انت وصلتي مرحله ان انا هتقبل نفسي ايا ما كنت وهحبها ايا ما كنت، فلما هتقبل نفسي وهحب نفسي هعرف انجح، وهو ده اللي انا بقوله طول النهار في البرنامج. ده حقيقي. لو انا النهارده يعني احنا في حلقه امبارح احنا كان عندنا عملنا حمله علشان الستات تخس. ايوه. فانا طلعت امبارح اقول انه ما انا كنت 31 كيلو اكتر من كده. ايوه. قد كده. بس انا مش هقول لك انا كنت حباني، بس كان الحمد لله انا تمام. بالظبط. فلما انا حبتني الناس وتقبلتني عرفت اغيرني فعرفت اخس. ده حقيقي. بس انا تمام في كل الاحوال. بالظبط. وانا مخلوق، انا انثى في كل الاحوال. ده اللي انا بحاول اقوله للناس، ان الناس ساعات بتبقى اكبر عدو لنفسها، يعني صح. هي المنتقد الاساسي، هي يعني ما بيبقاش في صله بينها وبين نفسها، بتبقى صله مقطوعه تماما عشان هي طول الوقت بتنتقد نفسها. طب انا عندي سؤال بعيدا عن التجميل، سؤال شخصي ليكي. اوكي. انت قلتيه في البدايه انه انت اللي جالك ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه بهق. حلو قوي. هل ده ملوش علاج؟
خلينا الأول نتكلم على أشهر حد جاله بهاق في العالم اللي هو مايكل جاكسون. مايكل جاكسون هو الـ يعني الدكاترة ما قدروش يتوصلوا ليه أصلا المناعة بتبقى شرسة وبتهاجم الجلد، فهم هو يعني عالميا هو ملوش علاج. في بقى حاجات زي اليو في نارو باند اللي هي الأشعة فوق البنفسجية، الحاجات دي بيقولوا بتقلل، بس مهما عالجتي الجلد المناعة بترجع تهاجمه تاني. طب وده بيتم اكتشاف المرض ده من سن قد ايه؟ انا بسالك الاسئله دي لان كانت في واحده في البرنامج بعت لنا الرسائل دي تسال. لا هو مش اكتشاف، مع اول ظهور علامه بيضاء قوي، يعني في اللي هو لما حد بيتعرض للشمس فالشمس بتنشف له جلده او كده فبيفتح شويه، لا ده بيبقى زيرو ميلانوسايتس او زيرو، الخلايا الصبغيه بتبقى زيرو، يعني اول بقعه بيضاء قوي ساعتها بتبدأي بقى تحس ان في حاجه غلط، لكن غير كده المناعه اصلا ما فيش اي اعراض لظهور ان المناعه خالص. لا ما فيش اي حاجه. طيب نخش بقى في دراستك. أوكي. ولان حضرتك خبيره تجميل دلوقتي بسم الله ما شاء الله اكبر، يعني مكسره الدنيا، عندك 9 نصايح مظبوط؟ صح. ايه هم ال9 نصايح دول؟ اول حاجه لازم اقولها وببدأ بيها، لازم الناس تشرب ميه. الميه دي يعني اساس كل حاجه، ميه مش عصير، يعني ايه ميه صريحه. تاني حاجه بقى ان لازم البشره بتحتاج 3 حاجات اساسيه. احنا هنقول عفوا احنا هنقول 9 نصايح للاهتمام بالبشره. بالظبط. اول حاجه شرب الميه. ايوه. تاني حاجه بقى في 3 حاجات البشره بتحتاجها. اول حاجه فيتامين اي، تاني حاجه الكولاجين، تالت حاجه الهايلورونيك اسيد. التلاته دول لو ما توفروش في البشره بيحصل اللي هو علامات التقدم بتاعه السن. ولاقيهم فين دول؟ لا يعني لا طبعا في الامبولات للفيتامين اي، انا بقى بحط كل حاجه يوم بعد يوم. ايوه ده بيبقى حقن ولا؟ لا 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 بيبقى امبولز كده بتتفتح على البشره، دي فيتامين اي. اوكي. والهايلورونيك اسيد برضو بيبقى في كلها حاجات زي سيرم ان اويل والحاجات اللي ايوه انا رحت الصيدليه اشتري الكلام انت بتقولي ايه ده؟ بالظبط كده. بالظبط بالظبط بتقولي كلام علمي. المهم ان يعني يعني الحاجه اللي البشره محتاجه 3 حاجات، فيتامين اي، هايلورونيك اسيد، والكولاجين. دول الثلاث حاجات اللي بتساعد على اللي هي الالاستيسيتي او الشد الجلد، المرونه بتاعت الجلد تبقى تمام. وبتساعد على ان دايما بقول للناس ما تستنوش علامات تقدم السن تظهر، لان بيبقى صعب قوي ان انت تشيليها او تعالجيها، بس لو استخدمتي حاجات يعني زي اللي انا بقولها دي هتاخر اصلا ظهورها من من الاساس يعني. اوكي. بس وانا بنصح الناس طبعا قبل ما يعني ما يروحوا في اي حته لازم يحطوا صن بلوك، ده اساس. مظبوط. اساس لان اشعه الشمس دلوقتي مش كلها مفيده، ولازم نشيل الميك اب قبل ما ننام، دي حاجه خطيره جدا لان بيقفل بتعمل حفر صح؟ بيوسع وحبوب. بيعمل اللي هي المسام الواسعه، بتعمل اللي هي المسام الواسعه دي بتقفل خالص الجلد، فالجلد بقى بيبدا ايه يعمل مشاكل مع تراكمات يعني. أوكي. برضو بت بت بتخلي في تقدم سن بسرعه جدا ان حد ينام بالميك اب او ان هو ما يشيلهوش قبل ما ينام. اوكي. ودايما بقى بقول للناس ان الاهتمام بالبشره لازم على مدار وقت، يعني عامه لما تيجي تعالجي بشرتك او شعرك او كده لازم تعرفي اصلا من الاول المشكله فين. احنا عندنا 3 انواع للبشره، بشرة دهنية، بشرة مختلطة، وبشرة جافة. البشرة الجافة بتحتاج ترطيب زيادة، البشرة الدهنية بتحتاج ان انت دايما تستخدمي تونر، اسمه تونر، تشيلي بيه الطبقة اللي هي اللي مليانة دهون عشان الطبقة دي بتقفل المسام. البشرة المختلطة هي البشرة الدهنية بس في الحتة اسمها تي زون، حرف تي كده، بتبقى هنا بس مختلطة، دي برضو بتستخدمي لها حاجات. كل حاجة لازم تعرفي الأول. ساعات مثلا عروسة بتجيلي تقول لي أنا عندي مثلا مشكلة، عندي حبوب أو كده، لازم أقول لها لازم تعرفي سببها إيه، أو عندي هالات سودة. لكل حاجة ليها سبب، في مثلا الأكسجين ما بيوصلش لتحت العين، ده سبب، في سبب بيبقى عامل وراثي، أو في سبب بيبقى الجلد نفسه هنا في المنطقة دي حساس، فلما بتيجي تشيل بالقطنة أو كده بيغمق. أوكي. على حسب كل يعني كل حاجه وليها سببها، فاحنا لازم نعرف السبب في الاول.
طيب يعني دلوقتي الخطوات بتاعت عنايه البشره، الاول شرب الميه، ثانيا الثلاث حاجات اللي انت قلتيهم بتاعت الصيدليه دي، أيوة. فيتامين اي، ايوه، وايه هايلورونيك اسيد، ها، والكولاجين. نمره ثلاثه، نمره ثلاثه الصن بلوك، لازم صن بلوك، وان احنا نشيل الميك اب قبل ما ننام. قبل ما ننام. طيب والتونر ليه؟ التونر للبشره الدهنيه. اوكي. والبشره المختلطه بتتعاملي معاها عادي على حسب بقى، ساعات بتبقى جافه في سيزون مثلا، في فصل من الفصول، ساعات بتبقى دهنيه في فصل من الفصول. يعني البشره المختلطه دي هي اصلا بشره في النهايه هي متوازنه، بس على حسب بقى الفصول بتاعت ال. طيب دول خمس خطوات. طيب تمام. سؤالي هنا، لان ده كتير قوي بعتوه، عروسه ان شاء الله هتتجوز، المفروض تبتدي تروح للدكتور وتعمل ماسكات وتعمل تنظيف بشره وتعمل كل الكلام ده قبل زفافها بقد ايه يا روجينا؟ اوكي، انا دايما بقول للعرايس اللي بيحجزوا معايا، ما ينفعش تعملي حاجه اللي هو التنظيف العميق غير قبلها باقل حاجه شهرين. اقل حاجه شهرين التنظيف العميق، لان التنظيف العميق ده بيعمل ايه؟ بيطلع المشاكل اللي في البشره ومع الوقت بيعالجها. فانت ما ينفعش قبل الفرح باسبوع تطلعي كل المشاكل اللي في البشره وتجيلي بقى، فاهمه، نحط ميك اب، مش هتبقى احسن حاجه. يعني هتبقى بشرتك هتحسي انها كانت في الاول احسن. يعني انت العروسه لازم توقف فكره الماسكات؟ لا، الماسكات الطبيعيه دي مستمره معانا. حتى انا لما بروح اصلا للعروسه بعمل لها ماسكات طبيعيه، خيار ماسك، مش عارفه ايه. لا، واحنا هارينهم هنا في البرنامج ماسكات. أيوة. طبيعي. ده الموسم ده في كم ماسكات يا خرامي، مش متخيلين. فدايما بقول ان هو الماسكات الطبيعيه بتكمل لحد يوم الفرح، لكن انا بتكلم على التنظيف العميق اللي هو الفراكشن، التقشير بقى، التقشير والحاجات. شهرين. شهرين. لكن اقدر اعتني ببشرتي كعروسه مثلا مره كل اسبوع اعمل ماسك، اعمل ماسك، البشره محتاجه. التنظيف العادي اللي هو بالبخار بس مش من غير تقشير، اللي هو لو مثلا في حبوب. ده عادي، بس برضو لو انت ناويه تشيلي اللي هي الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء، الحاجات دي لازم تخليها قبل الفرح برضو بشهر. يعني على حسب الموضوع، مثلا زي مثلا الناس اللي بتعمل فراكشنال ليزر، اللي هو الليزر اللي بيقشر البشره، ده بتقعدي اسابيع بشرتك مش في طبيعتها، فما ينفعش تيجي تعمليه وتجازفي قبل الفرح. يعني انا كانت عروسه جات لي وقالت لي انا بصي بقى انا ظبطت الدنيا، قلت لها عملت ايه؟ قالت لي عملت واكس في وشي، عملت شمعه في كل وشي. قلت لها طب وايه اللي حصل؟ قالت لي وشي كله اتحرق. اعمل ايه؟ كله اتحرق. قلت لها ما تجيش جنب وشك خالص وسيبيه يهدى، وانا يوم الفرح هداري لك، لان دايما الميك اب بيخبي لون، لو فرق لون مفيش مشكله، بس زبادي وخيار. لكن ما بي انا كل ما هتحرق على طول انا اجي علبه زبادي اضرب فيها الخياره وافضل انا وامي اتبهدلت في البيت يا جماعه عشان تبقوا عارفين. ايوه، العسل فين؟ طول النهار ماشيه في فوطه حطيته. الخيار فين؟ حطيته. انت بتحببي ايه؟ انت نورتينا النهارده يا نور. منورك، ميرسي. وانا متشكره جدا ان انت اديتي هذه النصائح للستات او البنات الحلوين. الست دي متعلمه تعليم عالي جدا عشان تبقوا عارفين. يعني هي بس مش ميك اب وكده، ده ميك اب يعني، واللي قبل الميك اب على طول. بس يا استاذ حلواني، هو انا ممكن اقوم؟ طب بس مش هتكفي على وشي ان شاء الله المره دي. اوعي تقولي ايه اللي حصل قبل ال اكيد مش هتعملي كده فيا صح؟ بصوا يا جماعه، لا مش كنت كده قبل كده. بصوا الجراءه المتناهيه في الاداء. طب احكي انا ضيفه ها قاعده قدامي وهم بيعدوا 5 4 3 2 خايفه من ورا منى. افتكرت انها مش لايقه، روجينا صلاح. افتكرت انها مش لايقه فقلت ايه ده انا لابساها. هي عامل كده فاهم. بصي هي، بصي هي حتى يعني العقل الباطن للمواطن يقول ايه يحطها هنا. انا بعمل كده يعني لما قبل الهواء اقوم اعمل كده، ماليش خاتم حلو اقوم قلعاه زنقاه في الكرسي. يعني ده هو ده عقل الباطن للمواطن. لكن تقريبا هي سرقاها، مش عايزه صاحبتها تعرف اهي. فضحت لوجينا صلاح يا جماعه. انتي نورتيني يا رونا والله العظيم. مشاهداتي عزيزاتي، بنقعد ضحك، خليكم معانا وتابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس.